صراحة سيد، أولا هاد الميلاد وهاد الحفل وهاد المناسبة هي بالنسبة لي شيء مهم جدا. دابوغ مهم في علاقتي بالكتابة، علاقتي بالمسرح، علاقتي بالجمهور، قراءة عامة، وخصوصا أيضا بالمعرض، لأنه مهم جدا أن يكون الكتاب حاضرا هنا في هذا المعرض، وهذا المعرض ليس بالهين. أعتقد بأنه نحن جميعا نحتاج إلى المسرح مشاهدة، عرضا، بناية، كتابة، نصا إلى غير ذلك. وبالتالي عندما يكون كتابي حاضر هنا في المعرض هو حضور له أكثر من دلالة وعلى أكثر من مفهوم، وفيه قيمة نفسية ربما سيثبتها التاريخ في المستقبل القريب. وأنا أشعر بفرح شديد وأنا أتواجد هنا في هذا المعرض. أعتقد بأنه الفن الإبداع يهتم بالجوانب النظرية كما بالجوانب التطبيقية كما بالجوانب النقدية كما بالجوانب الجمالية إلى غير ذلك. وبالتالي علاقتي بالمسرح هو علاقة أكاديمية وعلاقة أيضا ميدانية، علاقة تجمع بين هذا وذاك من خلال المدارس التي درست فيها أو من خلالها، وأيضا من خلال تراكمي لتجارب متعددة سواء فوق الخشبة كتابة وإخراجا وتمثيلا وأيضا تأطيرا وأيضا إدارة إلى غير ذلك. هاد الأعمال هي محطات مهمة في تاريخي بين ما هو مغربي وما هو عربي وما هو دولي، بين مدارس المختلفة منذ الأزل، منذ بداية المسرح ومنذ بداية الإنسان وعلاقة الإنسان بالمسرح إلى الآن. وبالتالي هذه العلاقة لابد أن توثق، لابد أن تكون أيضا منشورة في كتاب، وأن تعزز الخزانة المسرحية في المغرب أو في بلداننا العربية، ولما لا بعد ذلك أن يترجم إلى لغات متعددة، لأنه يجب أن تكون هناك أيضا أفكار تخرج إلى السطح، وأن لا تبقى حبيسة فقط نظرياتنا الداخلية أو حبيسة تجاربنا التي في نهاية المطاف تموت معنا. سنموت نحن ولكن يبقى الكتاب حاضرا دائما ودوما.